السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا صبايا بقناتنا صبايا كيوت. رح أقدم لكم صبايا بهالفيديو طريقة توصيل الشعر المصبوغ أو المياش مع الجذور بطريقة احترافية وكتير حلوة. قبل ما نبدأ الفيديو صبايا، بتمنى من كل المتابعين الجداد يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس ليصلهم من قناتنا كل جديد. وهلأ صبايا، بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير وما تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. رح نبدأ صبايا بتحضير خلطة المش. رح نشتغل صبايا على الميزان لحتى تكون عياراتنا دقيقة وتطلع معنا النتيجة اللي بدنا اياها. صبايا بنصحكم باستعمال افضل واجود انواع المش وانواع الاكسجين لحتى توصلي للنتيجة اللي طالبتيها، لانه المواد الرخيصة ما بتعطيكي النتيجة اللي بدك اياها. حنعير صبايا مسحوق المش مع ضعف الكمية من مادة الاكسجين، بنخلطهم صبايا مع بعض مزبوط وبعدين بنبدأ عملية المش. بهالخطوة صبية لازم تحددي الكمية المناسبة لطول شعرك. بفضل صبية انك ما تستخدمي العيارات القوية من مادة الاكسجين، فيك تستخدمي عيار 30 لحتى ما يضرب لك شعرك وتكوني مرتاحة بالشغل وما يحترق. رح نبدأ هلأ صبايا بتقسيم الشعر. رح نقسم الشعر لخمس أقسام، شعر قمة الرأس بقسم لحاله وأقسام الجانبية لحال وقسمين من الخلف. هلا صبايا رح نبدأ الشغل بقسم من الأقسام الخلفية، رح ناخد منه خصل رفيعة كتير بطريقة مايلة. بعدين صبايا ببوزة المشط رح نمشي على الخصلة بطريقة الزجزاج لحتى تطلع معنا الخصل رفيعة كتير. بعدين صبايا بناخد الخصلة وبنحطها على ورق القصدير ونطبق عليها مسحوق الميل. وبهي الخطوة صبايا بدكم تنتبهوا كتير انه ما يقرب مسحوق الميش على جذور الشعر او على جلدة الرأس لحتى ما تحترق. منحط المش صبايا على طول الشعر الجديد بدون ما نقرب صبايا على الشعر اللي مسحوب لونه. وبعدين نطوي ورقة القصدير على الخصلة ومنثبتها وبنبدأ بخصلة جديدة بنفس الطريقة. وعلى هالمبدأ
هلا صبايا، بعد ما انتهينا من الاقسام الخلفيه والجانبيه رح نخش على قمه الراس. رح نبدا في صبايا باخذ خصله رفيعه من منطقه الغره، بنعمل لها تنسيله بالمشط على الطريقه نفسها بطريقه الزجزاج، وبنحط لها تقصديره وبنحط عليها ماده المش بنفس الطريقه. رح نكمل باقي القسم. وبعد ما ننتهي صبايا من كامل الشعر رح نرجع للخصله اللي سويناها بالبدايه. نفتح القصدير عليها صبايا ونشوف اذا الخصله وصلت للون اللي بدنا اياه. طبعا صبايا اذا وصلت للون اللي بدنا اياه بنبلش بنسحب القصدير وبنغسل الخصال بالمي بس بدون استعمال اي ماده تانية. هلا صبايا بعد ما حممنا الشعر من مادة المش البقيانة عليه رح نحط مادة الرنساج يلي طبقناها على ايدنا واللي حقدمها قدم طريقة تفصيلية عنها بفيديو مفبط. وبعد ما نحط مادة الرنساج صبايا لازم تكون حركتنا سريعة لحتى تعطينا لون واحد لكامل الشعر.
هيك صبايا تكون طلعت النتيجة معنا، شعر مادي بلاتيني متماشي مع بعضه من الجذور للأطراف. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم واستفدتوا منه. وطبعا صبايا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد.